مراتب الدين ثلاثة. النفوس فان خوتسينست إسلام زين الدري. ثلاث درجات. دري نفوس. الدرجة الأولى الإسلام. إيرث نفو إس الإسلام. وأعلى من الإسلام الإيمان. دربو فزت الإيمان. وأعلى من الإيمان الإحسان. دربو فزت الإحسان. المرتبة الأولى الإسلام. إيرث نفو الإسلام. أركان الإسلام خمسة، يعني الإسلام بناء يقوم على أعمدة خمسة. الإسلام بستات على فايف بيلارا. ليس رست دس على فايف بيلارا. لو أسقطنا عمود من هذه الأعمدة انهار البناء وهو الإسلام. Als een van deze pilaren wegvalt, dan stort het hele gebouw in en dat is de islam. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Het getuigen dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en de profeet Mohammed sallam zijn boodschapper is. وإقام الصلاة. En het onderhouden van het gebed. وإيتاء الزكاة. En het geven van de almoes, de zakat. وصوم شهر رمضان. En het vaste, verplichte vaste van de maand Ramadan. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. En het bezoeken van het heilige gebied, Mekka, voor degene die daartoe in staat is. نعم. المرتبة الثانية الإيمان. Het tweede niveau is al-Iman. أركان الإيمان ستة. Deze bestaat uit zes pilaren. يعني بناء الإيمان يقوم على ستة أعمدة. Dat wil zeggen dat de iman is gebouwd en gefundeerd op zes pilaren. أن تؤمن بالله. Dat je gelooft in Allah. وملائكته. En zijn engelen. وكتبه. En zijn boeken. ورسله. En zijn boodschappers. وتؤمن باليوم الآخر. En gelooft in de laatste dag. وتؤمن بالقضاء والقدر. En in het lot. En القضاء والقدر, het lot. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. الإحسان بستات uit één pilaar. نعم. جمعت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل عليه السلام والله أعلم. Deze drie niveaus die zijn allemaal verzameld in één overlevering, de overlevering die bekend is van Jibril عليه السلام.